قبل أن يدخل في بحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء في الشرائط في أبحاثه العامة، يعني في تقريرات بحثه، قدم مقدمة. وفي اعتقادي أن تلك المقدمة إن لم تتضح هذه البراهين ومناقشة البراهين أيضا غير قابلة للوضوح، خصوصا المناقشات، لأنه ذكرت في كلمات الأعلام براهين وأدلة 9 قوية محكمة لبيان عدم الانحلال، وأنه في الأقل والأكثر يجب الاشتغال لا أنه يجوز تجري البراءة. والمسألة مشكلة إنصافا، يعني واقعا هاي واحدة هاي من المسائل التي يمتحن بها طالب المدعي للاجتهاد، اللي يدعي الاجتهاد واحدة من المسائل اللي يمتحنوا بها هاي المسألة، لأنه في الاجتهاد من يردون يمتحنون الطالب أنه مجتهد أو لا، في الفقه يمتحنوه في باب الصلاة، وفي باب الصلاة يمتحنوه في مسألة لا تعاد، لأنه من المسائل المعقدة في باب الصلاة أن هذه لا تعاد، وكتبت فيها رسائل مفصلة، إما في مسألة لا تعاد يمتحنوه، وإما في مسألة اللباس المشكوك يمتحنوه. هاي من المسائل التي هي موارد الامتحان للذي يدعي الاجتهاد. في حوزة النجف الأشراف ذاك الوقت اللي كان يدعي الاجتهاد ما يقبلون أنه يكتب فريد شي يجيب، هذا ما يقبلوا، يدخلوه في مكتبة يقول هذا كتب الفقه مولانا، هذه المسألة حققتها على جاوبنا عليه، لأنه من تكتب وكذا هسه أنت منين جايب الكتابة، هذا هو يصير فيه تأمل. أما أنه الآن قدامنا مولانا هاي المسألة هاي الكتب، شنو تريد مصادر فقهية وأصولية؟ هذه كلها أمامك، أجلس هنا يوم يومين ثلاثة حققها، قل لنا النتيجة اللي أنت تصل إليها شنو هي. هناك يمتحنوه في الفقه الذني، في الأصول يمتحنوه في تنبيهات العلم الإجمالي، اللي واحدة من مسائل تنبيهات العلم الإجمالي هذه دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وهو أنه داخل في المتباينين لو داخل في الأقل والأكثر الاستقلالي الذي هو مجرى للبراءة. المهم هذه المسائل